هذا هو المبنى الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي أمس هنا في حارة صيدا. يمكنكم أن تشاهدوا حجم الدمار الذي حل بهذا المبنى وبجميع المحال التجارية المجاورة له. كحصيلة نهائية لهذا الاعتداء هناك 10 شهداء و36 جريحا. شهدت حارة صيدا بالأمس حركة نزوح كثيفة هربا من الغارات الإسرائيلية، وهذا المبنى الذي تشاهدونه الآن بالتحديد كان مبنى سكني يأوي مدنيين ويأوي نازحين هاربين من القصف الإسرائيلي على منطقة الجنوب والبقاع، وأتوا هنا إلى حارة صيدا كي يحتموا، لكن يعني للأسف حارة صيدا لم تعد مكان آمن لهؤلاء. بيت خالص كله أطفال، كله رجال كبيرة بالعمر، ما في أي هدف لهذا المنطقة. هذا العدو الغاشم عم يستهدف الناس الآمنة ببيوتها اللي هي بتخطتها، شلنايون أطفال بسرايرهم شلنايون. ما بعرف شو بدي لك، ما بعرف شو الأهداف، ما في هدف ولا في أي واحد شلناه مسؤول أو أنه عليه صبغة أو أنه عليه أي شيء. هدف مدني بحت هيدا كان هون. نحن كأولاد بلد أكيد مستحيل نغادر حارة صيدا، من المستحيل. هيدي بلدنا وبنبقى فيها لو بده يهدموها كلها على روسنا، ما عندنا أي مشكلة. قد ما بدهم يشدوا، قد ما بدهم يعملوا، قد ما بدهم يضغطوا، هيدا ما بيأثر فينا لا هلا ولا من 2006 ولا بال 2900. هاي البناية هي أكيد ورثة الأهل، يعني أنا صاحبها حسب ما الوالد يعني ورثني إياها والحمد لله. قاعد بالبيت وإذا بيتصلوا فيه بيقولوا لي انزال البنية تاعتك نزلت، صار يسألون على التليفون مين 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 عندك، قلت لهم في سكان قدم والله بعود والحمد لله، طالما نحن بخير والله بعود. لم تقتصر الغارات الإسرائيلية على منطقة صيدا فقط، بل وقع مساء الثلاثاء مجزرة إنسانية أخرى في السرفاند، وإلى هناك نتوجه. من حارة صيدا إلى السرفاند تختلف المنطقة لكن المجازر نفسها، حيث هنا أيضا تم استهداف مبنى سكني يأوي مدنيين ونازحين. عدد كبير من الشهداء، أكثر من 15 شهيد ومن بينهم أطفال، أطفال أبرياء يعني لا يعرفون معنى الحروب وكانوا داخل منازلهم قبل أن يصبحوا شهداء. هذه جميعها كانت مبان سكنية تأوي مدنيين وتأوي نازحين، تدمرت بشكل كامل ولم يبقى منها سوى بعض الحجارة. فانيسا سمعان، قناة الغد.